متعلقة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 826 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أكبر حصيلة يومية في تونس منذ تسجيل أول حالة عدوى بالوباء في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 13,000. شددت إسرائيل اليوم حالة الإغلاق الثاني على مستوى البلاد مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث صوت مجلس الوزراء على إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية بما في ذلك الأسواق المفتوحة، ومن المقرر أن تستمر القيود مدة أسبوعين. يذكر أن إسرائيل تعلن يوميا عن نحو 7,000 حالة جديدة، مما يجعل تفشي المرض من بين الأسوأ في العالم من حيث معدلات الإصابة للفرد. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 3,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 436,000 إصابة. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة تسجيل 175 وفاة في 24 ساعة، ليتجاوز إجمالي الوفيات 25,000 حالة. قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية إن 7 دول أوروبية من بينها إسبانيا تثير قلقا شديدا مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء كوفيد-19. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور لمواجهة بؤر جديدة لوباء كورونا، وذلك ضمن التصدي لموجة ثانية من تفشي الوباء. وحثت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة خلال مؤتمر صحفي الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة مع ظهور مؤشرات أولية بوجود بؤر جديدة، مؤكدة أنها الفرصة الأخيرة لدول أوروبا لتجنب تكرار ما شهدته في الربيع الماضي إثر تفشي فيروس كورونا. إلى شبكة مراسلينا من طهران حازم كلاس، من بروكسل لبيب فهمي، ومن بلباو معاذ حامد. أبدأ معك لبيب، بالنسبة للإجراءات التي يود الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الالتزام بها. نعم، الإجراءات هي تلك الإجراءات التي أعلنت عليها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة، أي مجموعة من تكثيف الاختبارات وتعزيز التباعد أو المطالبة المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وكذلك مجموعة من الإجراءات الأخرى التي كانت الدول الأوروبية تطبقها إلى حد الساعة. لكن المشكلة أن المواطنين ربما تعبوا من تطبيق هذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالكمامات التي تطبق في مجموعة من البلدان. اليوم مثلا بلجيكا تبدأ مرحلة جديدة لم تعد تطبق كل هذه الإجراءات، ابتداء من الفاتح أكتوبر تشرين الأول المقبل ستكون الإجراءات مخففة وكل هذه الإجراءات، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يلاحظ نوع من عدم التنسيق بين الدول الأوروبية. كل دولة تقرر شيء على حدة، وكل دولة تقرر إجراءات على حدة، وهو ما يبرز للمواطنين الأوروبيين بأن هناك فوضى. لذلك قرر الاتحاد الأوروبي اليوم إلى دعوة الدول الأعضاء بتنسيق العمل وبتنسيق هذه الإجراءات وبتفعيل هذه الإجراءات، وذلك لطمأنة الرأي العام، خاصة وأن مجموعة من الدول كما جاء على لسان المفوضة الأوروبية بدأت فيها الحالة أو الأزمة تتعقد مثل ما كان ذلك في الربيع الماضي. إذن كما قلت الإجراءات هي إجراءات المتبعة، لكن يبدو أن هناك تخفيف من بعض الدول ويخاف الاتحاد الأوروبي العودة إلى حالة الربيع، وهو ما يؤشر بمشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية وصحية. نذهب إلى إسبانيا، إلى بلباو تحديدا مع معاذ. معاذ، استمعنا من لبيب إلى مخاوف الاتحاد الأوروبي من عدم التزام الدول الأعضاء بإجراءات الوقاية. ماذا عن إسبانيا؟ هل تلتزم السلطات الإسبانية بما
تحب أو ربما ترغب دول الاتحاد الأوروبي الالتزام به من خصوص بعد ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات؟ نعم ريما، في الحقيقة هنالك إجراءات مشددة وكثيفة هنا في إسبانيا للحد من انتشار الفيروس. الآن أكبر مشكلة تواجه إسبانيا هو انتشار الفيروس في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما دفع الحكومة المحلية إلى طلب الجيش للتدخل لمساعدته على نصب الخيام، إضافة إلى افتتاح مراكز جديدة لعمل الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا. يعني قبل قليل قالت القوات المسلحة الإسبانية إنها حتى اللحظة لم تتلقى طلبا من الحكومة المحلية في مدريد بالتدخل، ولكن في حال طلب ذلك فإنها بحاجة إلى 24 إلى 48 ساعة للانتشار للمساعدة في التخفيف من انتشار هذا المرض. الآن هنالك أيضا مجموعة من التجديدات سوف يتم إصدارها خلال اليومين القادمين في العاصمة مدريد. نعم. يعني قد تدخل مناطق جديدة في الحظر في الحجر، إضافة إلى مثلا إغلاق الحانات بعد الساعة 10، عدم اجتماع أكثر من 6 أشخاص. هذه الإجراءات ينتظر منها أن تخفف. في المقابل أحدث استطلاعات الرأي أشارت إلى أن أكثر من 78% من الشعب الإسباني يقول أن عدوى كورونا خارج عن السيطرة ولا تستطيع الحكومة السيطرة عليها. نحن نقترب من العدد تقريبا 700,000 إصابة، يعني اليوم بانتظار العداد الجديد الذي بات لا يقل عن 11,000 إصابة بشكل يومي، مع ارتفاع ملاحظ في أعداد الوفيات. نعم. بشكل مضطرد. نعم. إليك كريم. إلى حازم، كيف تستعد السلطات والمرافق الصحية في إيران للتصدي لارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يوميا؟ يعني مشاكل مركبة تعاني منها إيران ريما فيما يتعلق بجائحة كورونا. أولا إيران بدأت أو دخلت في الموجة الثالثة لتفشي هذا الفيروس، والخوف أكبر يزداد شيء فشيء مع دخول فصل الخريف وتشابه الأعراض بين كورونا كوفيد 19 والإنفلونزا وما إلى ذلك. هذا القلق واضح لدى السلطات الصحية. الأعداد ازدادت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ. الأسباب في ذلك تعود إلى انخفاض مدى التزام الإيرانيين بالبروتوكولات الصحية، عدم وجود إجراءات ردعية ناجعة فيما يتعلق بالالتزام بالبروتوكولات الصحية. وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أن نسبة الالتزام بوضع الكمامات في إيران حوالي 50% فقط، بعد أن كانت خلال الأشهر الماضية قد تجاوزت 80%، ولكن ربما ذهاب الخوف أو ابتعاد الخوف عن الإيرانيين من هذا الفيروس أعاد أرقام الإصابات لترتفع وكذلك الوفيات، وخفض أيضا من نسبة الالتزام بوضع الكمامات. المشكلة الأخرى هي الإرهاق الذي يصيب الكادر الصحي، وهذا أيضا مشكلة مركبة. هو إرهاق نتيجة لاستمرار هذه الجائحة منذ أشهر، ومن جهة أخرى تبعات العقوبات على إيران، عدم وجود موارد مالية كبيرة، عدم القدرة على توريد ما يلزم ربما من بعض الأدوية والمستلزمات التي يحتاج الكادر الطبي لمواجهة هذه الجائحة. شكرا لشبكة